معنا الأستاذ سامي راغب الناقد الرياضي بجريدة المساء. صباح الخير أستاذ سامي. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ عناد، صباح الخير على جميع المصريين. أهلا بحضرتك. صباح الفل. يعني المباراة بالأمس كانت مباراة مختلفة بالتأكيد، الفوز ما كانش متوقع يعني لحد تقريبا قبل نهائي الماتش. يعني كيف ترى حضرتك يعني هذا الموضوع؟ كيف ترى التفاصيل الخاصة بماتش الأمس ومباراة الأمس؟ الزمالك بالتأكيد عمل نقلة في تاريخ هذه المسابقة. هو فعلا زي ما حضرتك ذكرتي المباراة امبارح أرجحت يعني خلتنا كلنا كمصريين بصفه عامه والزمالك بصفه خاصه يعني قعدنا نفكر ونقول الماتش هيضيع ولا يعني بالبلدي كده الماتش هيضيع ولا فين الزمالك هيلحق يرجع، هل هنلعب ضربات ترجيح؟ لكن الزمالك نجح وقياده فنيه رائعه ولاعبين اكثر من ممتاز ان هم يرجعوا يعملوا ريمونتادا ويرجعوا بدل ما كانوا مهزومين يحولوا خسارتهم 1-0 لفوز كبير 3-1. دي طبعا تحسب لنادي الزمالك وتحسب لفريق الزمالك واللعيبه، وعشان تكمل فرحتنا بان النهائي يبقى مصري ويبقى الاهلي والزمالك قمه افريقيه جديده تحدث لاول مره زي ما حضراتكم ذكرتوا، ويسعد الشعب المصري قبل نهايه عام 2020 اللي كلها احزان وكلها حاجات مش حلوه يعني ان احنا نشوف نهائي افريقي قاري مصري. يعني ده حدث فريد لأول مرة بيحصل، والحقيقة مهم للغاية إن احنا نتكلم عن ده. لكن يعني طبعا امبارح تابعنا إنه كل الزملكاوية فرحوا للغاية، الشيء الإيجابي إنه الأهلاوية كمان مبسوطين وإنه في حالة إيجابية. إزاي بقى يعني نبتعد قدر المستطاع عن فكرة الاستقطاب الكروي اللي بيحصل، خاصة أنها مش قمة بس يعني محلية، لا دي قمة إفريقية بالتأكيد. فلازم نحتفل بالموضوع أنه يعني الكاس مصري أو البطولة مصرية، إحنا لازم في الحالتين في الحالتين فيكون بالزبط. عندنا هذه الروح أن إحنا نعرف نتبسط بقى. بالطبع هي ده جمهور كرة القدم، جمهور الذواق، الجمهور اللي بيشجع اللي بيترك الانتماءات جانبا ويشجع مصر اي حد اي سواء لعبه فرديه او لعبه جماعيه بتمثل مصر كلنا نشجعها ايا كانت اهلي زمالك اسماعيلي مصري فلازم نشجعها. هو الاهلي البارح جمهوره اللي هو العقلاء والناس اللي فاهمه كوره والناس المحبه للكوره والحبه لمصر كانت بتشجع الزمالك على اعتبار انه فريق مصري بيمثل الكره المصريه وان النهائي هيبقى مصري بدل ما يبقى يسافروا تاني مثلا المغرب او يسافروا اي دوله ثانيه في ظل الاحداث الجاريه واحداث كورونا. لا هنلعب في مصر، هنلعب في ارض مصر، هنلعب في وسط جمهور مصر، هنلعب مع فريق مصري اعتدنا هيبقى النهائي مصري. فدي طبعا هو ده الجمهور الواعي ودي كانت نقطه يعني مضيئه في المباراه من جانب الجمهور خاصه ان كان في جمهور اهلي و جمهور مصر بصفه عامه، فطبعا دي حاجه تسعدنا ونتمنى طبعا في النهائي القاري اللي هو يوم 27 ان الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري يديروا المباراه بشكل يليق بالنهائي. نفسي يعني ان شاء الله يعني تمام. نفسي استاذ سامي انه يعني تكون هناك دعوه خاصه انها شيء تاريخي لمصر أن تكون الأعلام المرفوعة في الشوارع في العدد الحاضرين في أي مكان أعلام مصر، إحنا صحيح. رايحين مصر كسبانة البطولة، يا ريت ما نرفعش بقى تحديدا في الماتش ده لأهلي ولا زمالك، لو نقدر نرفع يعني أتمنى أن تكون هناك مبادرة يلا نرفع على مصر كلنا، أتمنى أن يكون مثلا رسالة للعالم يعني المباراة دي تبقى مثلا أعلام مصر. عايز ترفع علم النادي ارفع بس أهم حاجة يكون معاك علم مصر ان اللعيبه دي في الملعب، ده 90 دقيقه في الملعب، انا اتخانق ليه واعمل شغب ليه؟ ده مباراه النهايه 90 دقيقه اللي هيفوز لا ما فيش شغب، احنا بنقول على مصر خلاص ما فيش تحزبات كرويه يعني. لا بقول لك انا عارف انا بقول لك مثال طبعا يعني. طبعا ليه نعمل الاحداث دي وان ده نهائي مصري والفرحه مصريه واللي هيفوز المفروض المهزوم يقول له مبروك. الاثنين فايزين والله طالما مصر الاثنين فايزين فعلا الاثنين فايزين الاثنين وصلوا النهائي يبقى الاثنين فايزين. مبروك يا استاذ سامي ومبروك لكل المصريين، يعني مبروك فوزنا بالنهائي مبكرا، مصر فازت خلاص بالنهائي ايا ما يكون بقى. سامي راغب الناقد الرياضي بجريده المساء شرفتنا، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا لحضرتك.